السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم وفق الله وياكم وحب يرضاه. مع بعد كثر يعني سؤال على أمر، وأنا أي أمر أشوف فيه يعني بإذن الله فائدة لابد أني أنشره حتى يعني تسلم الأخوان، مو شرط يعني الوقت هذا، السنة القادمة بإذن الله. والمصلحة هي وحدة نفع الصقار يعني بما وفقنا رب العالمين، هذا همي الأسئلة يعني بعد رب يعني بعد رب العالمين. الأمر ما فيه يعني المستشفيات يعني فيه منها كثيرين يعني من الدكاترة نفسهم يشير على صقار على بس إنه يخليه يزيد من علاجات، هذا أمر يعني والله مشكلة. ولا نعلم شنو وضعهم أو ديانتهم، هل هم فيهم مسلم ولا لا، ولكن الغصد يا صاحب المكان ترى أي أمر يكون متسبب منه دكتورك ترى تصبح عليك فلوس حرام، لأن أي طير يجيكم يعني قاعدين تزيدون الأسعار بالفحص، هذا واحد. اثنين العلاجات ما تسوى السعر هذا، أطلع من عندكم وأنا بألف ريال، أنا أكلم واحد من أهل السعودية يعني ويقول يعني علاجات اللي واللي هذا كلها حوالي 1000 ريال 80 كويتي يعني، هن علاجات كلها اللي ذكر لي أهل والله ممكن ما يتعدى 10 دقائق تقريبا، كلها أكثرها علاجات بشرية يعني. يقول فحص الطير قال لي فيه إرداد وفيه أكياس هواء اللي هي إرداد يعني ودود بالكبد ومدري شنو بعد، يقول خلها نوحة علي وعطاني كيس علاجات وطلعت من عنده ومشيت. يقول عطيت علاج أنا، يقول الطير كان وزنه 1100 تقريبا، يقول تردد الطير الحين قام ما يعرف الحين وصل وزنه 900، قاعد يتردد الطير لدرجة إني قطع له اللحم على صغير وأنا على فبيدي يعني، يعني وصل للمرحلة هذه. هذا أمر يعني مشكلة، ما تعرفون لا تجيبون أي أحد، أنا أتكلم عن المسؤولين هالمستشفيات اللي يعني أنت الحين يعني ترى توفيق رب العالمين يحطك المكان، رب العالمين ترى يختبر سبحانه وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فنعم الله الذين صدقوا ونعم الله الكاذبين، يعني نسأل الله أن يرحمه ورحمته لا يجعلنا من الكاذبين. رب العالمين يحطك المكان سواء مسؤول على حد أو أنك يعني أي مكان، ترى أنت الحين باختبار، يا أنك تنجو يا أنك تسقط، نسأل الله السلامة من ذلك. والأمر كله ما هو يعني أنت الحين المفروض تكون من صالح الصقار، المفروض تكون من صالح الصقار وتعين الصقار، مو أهم شيء لها بفلوس على ظهر يعني الناس هذه، يعني كذا علاج يدخلون مع بعض يتضرر الكبد، ولو يموت الطير والله ما يهمكم، والله فلا هامكم، أخاف بيجيك يقول لك ادفع فلوس الطير أنت اللي ذبحته ولا أنت سويته، ما أقول لك ولا شيء، بس إني لا سألوني أذمك لسه شكل وطيري خسرته ولا أذمك، يعني مهم ما استفدنا ولا سوينا. فلا بد أنكم تتقون الله الصقار، مو نخلي حنا الأمور عادية والدكاترة أي دكتور نجيب أي أحد لا يعرف ولا يعرف حتى يشخص أصلا، يعطي أمور يقول خلط هذا مع هذا ما يصير. عسى الله يوفقنا وياكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.